أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة وهي قولهم إن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، حيث أنها منتشرة في مناهج العلوم في مدارسنا؟ كل شيء أصله العدم، والله أوجده، الله خلق الأشياء من العدم، ليس فيه مادة قديمة لا تفنى، ليس لها بداية وليس لها نهاية، هذا لا يجوز، هذا كلام أهل الطبيعة. ليس هناك شيء ليس له بداية ولا نهاية إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس له بداية ولا نهاية. أما ما عداه فله بداية وله نهاية، مخلوقات كلها لها بداية ولها نهاية.